موضوع المحاضرة دي إن شاء الله تعالى من مقرر إدارة محفظة الأوراق المالية، هو موضوع الفصل الرابع من كتاب محفظة الأوراق المالية. الفصل ده بيتناول توزيع رأس المال في ظل الإقراض والاقتراض. توزيع رأس المال في ظل الإقراض والاقتراض. هنتناول في هذا الفصل 3 موضوعات. أول حاجة، يعني أصل خالي الخطر، وكيف يتم التوصل إلى منحنى الاستثمار أو منحنى الاستثمارات في حالة الإقراض أو الاقتراض بمعدل عائد خالي خطر. طيب، هل اختلاف معدلات الإقراض والاقتراض يؤثر على منحنى الاستثمارات؟ ده اللي هنشوفه في الموضوع الثالث والأخير. أول حاجة، عايزين نتعرف يعني إيه أصل خالي الخطر. أصل خالي الخطر، طبعا إحنا حاطين افتراض أساسي في بداية هذا الفصل أنه يمكن الإقراض والاقتراض بمعدل عائد خالي الخطر. طب يعني ايه اصل خالي الخطر؟ الاصل خالي الخطر اول حاجه ما فيهوش مخاطره اساسا، يبقى ما فيهوش انحراف معياري. يبقى الانحراف المعياري للاصل خالي الخطر عباره عن صفر. تاني حاجه، طالما الانحراف المعياري يساوي صفر، اذا التغير ما بين العائد خالي الخطر واي ورقه ماليه او اي استثمار هيساوي صفر. تاني حاجه، انا ما عنديش أصل خالي الخطر، ولكن في الواقع العملي يمكن الاستعاضة عن العائد خالي الخطر، يعني نعتبره مرادف للعائد خالي الخطر اللي هو العائد على أذون الخزانة أو العائد على السندات الحكومية قصيرة الأجل. تالت حاجة، ممكن إن أنا أقرض أو أقترض، بس الإقراض أو الاقتراض هيتم بمعدل عائد خالي الخطر. طب أنا لو أقرضت، يعني أنا عندي محفظة 100%، هيبقى مكونة من جزئين، هقرض جزء منها في أذون خزانة، يبقى أنا هقرض جزء من المحفظة بتاعتي في أذون خزانة، والجزء التاني هستثمره في محفظة أصول خاطرة. يبقى أنا عندي حاجتين دلوقتي بيكونوا المحفظة. الجزء الأولاني اللي بيكون المحفظة هو الأصل خالي الخاطر، لأني أنا أقرضت جزء من أموالي في أذون الخزانة، يعني أقرضت جزء من أموالي في استثمار خالي الخطر، أو عفوا في أصل خالي الخطر. من الخطأ أن أقول استثمار خالي الخطر، لكن الأصح أن أقول أصل خالي الخطر. الجزء الثاني من المحفظة مكون من المحفظة خاطرة أو هنسميها المحفظة الشخصية. يبقى ده الجزء الأولاني. أنت لو جمعت الجزء اللي موجود في الأصل خالي الخطر والجزء في المحفظة الخاطرة الشخصية، هيدوني مجموعهم يساوي 1، صحيح. أنا ممكن أعمل حاجة تانية بقى. إن أنا أقترض بمعدل عائد خالي الخطر. اقترض بمعدل عائد خالي الخطر، واخد الحصيلة اللي انا اقترضتها ديت واحطها مع فلوسي الشخصية في محفظة ذات درجة مخاطرة، هنسميها المحفظة الشخصية. اصبحت المحفظة الشخصية مكونة من 100% ملكية زائد الجزء اللي انا هقترضه بمعدل عائد خالي الخطر. يبقى المحفظة بتاعتي تتكون من جزئين، 100% ملكية وجزء آخر عبارة عن اقتراض، يبقى مجموع الأجزاء المستثمرة في المحفظة أكبر من 1، صحيح. يبقى إذا الحالة نمرة 4 اللي هي حالة الإقراض، مجموع المبالغ المستثمرة في المحفظة يساوي 1، صحيح. أما بالحالة نمرة 5، مجموع الأجزاء المستثمرة في المحفظة أكبر من 1. الرسم ده بيوضح لي المنحنى الاستثمارات
في حالة الإقراض أو الاقتراض بعائد خالي الخطر. هنا على المحور الأفقي بنحط المخاطرة، وعلى المحور الرأسي عند العائد المتوقع. طبعا احنا عارفين ان الأصل خالي الخطر هيديني عائد خالي الخطر هنسميه عين خا. عين خا يبقى الأصل خالي الخطر اللي هو خا دوت هيديني عائد خالي الخطر، والانحراف المعياري أو المخاطرة في الأصل خالي الخطر هي في الأصل إن هي تساوي صفر. أما المحفظة الخطرة، أما المحفظة الخطرة ففيها درجة مخاطرة اللي هي اسمها ميم، المحفظة الخطرة اللي هي ميم اللي هي المحفظة الإيه؟ المحفظة الخطرة فيها انحراف معياري ح ميم وعائد متوقع عين ميم. طيب احنا لو وصلنا نقطة من خ تمر بميم، وهذا النقطة هنمدها بشكل خط مستقيم، اي نقطة ما بين خ وميم فهي نقطة اقراض. يعني ايه اقراض؟ يبقى جزء من اموالي هاخدها من المحفظة الخطرة اللي هي ميم دي، محفظة المستثمر، واقرضها بمعدل عائد خالي الخطر. بس خلي بالك المحفظة خ ميم مجموع الأجزاء المستثمرة في خ زائد مجموع الأجزاء المستثمرة في ميم فهي تساوي واحد صحيح. أما النقطة اللي هي بعد ميم وبعد كده ممتدة في شكل خط مستقيم في الفضاء اللي احنا شايفينه ده فدي محفظة اقتراض. يعني ايه محفظة اقتراض؟ أنا هقترض جزء أو نسبة معينة من الأموال بمعدل عائد خالي الخطر، واخد المبلغ اللي أنا اقترضته دي المبلغ اللي أنا اقترضته ده وأحطه على المحفظة بتاعتي. يبقى إذا المحفظة بتاعتي مكونة من أكبر من واحد صحيح، أكبر من واحد صحيح. دي بيسموها محفظة الرفعة، محفظة الرفعة يعني برفع من الأموال المستثمرة في المحفظة عن طريق الاقتراض، عن طريق الاقتراض. هي دي. يبقى قدامي دلوقتي فرص، أول حاجة أحط فلوسي في خ بس هحقق عين خ، أحط فلوسي في ميم فهحقق عين شرطة ميم بمخاطر قدرها ح ميم، أحط فلوسي في أي نسبة مستثمرة ما بين خ وميم. يبقى إذا في هذه الحالة العائد هيقع ما بين أقل شوية من عين شرطة ميم والمخاطرة هتكون أقل من ح ميم. أو إن أنا أعمل محفظة اقتراض، يبقى العائد بتاع هذه المحفظة هيكون أكبر من عين شرطة ميم والمخاطرة في هذه المحفظة هتكون أكبر من ح ميم. يبقى دوت دي الشكل ده بيوضح لي منحنى الاستثمارات في حالة الإقراض والاقتراض بسعر فايدة خالي الخطر. هنا عايزين بقى نعوض ببعض المعادلات، هنشتق بعد بعض المعادلات الجديدة اللي احنا هنشتغل بيها في هذا الموضوع اللي هو موضوع توزيع رأس المال في حالة الإقراض والاقتراض. أول حاجة طبعا احنا عارفين العائد في المحفظة ده متوسط مرجح، متوسط مرجح يعني الفلوس. أول حاجة هحط نسبة من أموالي في واو شين، نسبة من أموالي واو شين، واو شين دي يعني النسبة المستثمرة في المحفظة الشخصية للمستثمر، وهضربها في عين ميم اللي هو عين ميم شرطة اللي هو العائد المتوقع بتاع المحفظة الخطر. أما الجزء الباقي فأنا هستثمره في العائد خالي الخطر، أما الجزء الباقي فهستثمره في العائد خالي الخطر. يبقى يمكن في هذه الحالة إن أنا أعيد صياغة هذه المعادلة في الشكل اللي عندي ده، أن العائد المتوقع على المحفظة الشخصية عبارة عن عائد خالي الخطر مضاف إليه الفرق بين العائد خالي الخطر والعائد المتوقع على المحفظة مضروب في النسبة المستثمرة في المحفظة الشخصية، النسبة المستثمرة في المحفظة الشخصية. يبقى إذا هنا العائد على المحفظة الشخصية هيساوي عين خ، وبضيف عليه الفرق بين العائد بتاع المحفظة والعائد خالي الخطر مضروبا في النسبة المستثمرة في المحفظة اللي هي الشخصية اللي هي واو شي. طيب المخاطرة في المحفظة أنا عارف إن هي بتتكون من ثلاث حاجات، أول حاجة التباين أو
تأثير المخاطرة بتاعة الاستثمار الأولاني، وتأثير المخاطرة بتاع الاستثمار الثاني، وتأثير التغير. طبعا انت عرفت من تعريف الاصل خالي الخطر ان التغير بين الاصل خالي الخطر واي اصل خطر هيساوي صفر، يبقى الجزء ده هيساوي صفر. طيب لو افترضنا ان الجزء ده هو الجزء الثاني ده، هو عبارة عن تأثير الاصل خالي الخطر. الاصل خالي الخطر ما فيهوش مخاطره، يبقى الجزء الثاني ده هيساوي صفر. اذا التباين بتاع المحفظه اللي مكونه من استثمار خالي الخطر مع محفظه خطره هيقتصر على هذا الجزء. لو جبت الجذر التربيعي لهذا التباين علشان اتوصل الى مخاطر المحفظه هتديني المعادله رقم 4-3. المعادلة رقم 4-3 بتقول لي ان المخاطرة في المحفظة الشخصية. المقصود بمحفظة شخصية يعني محفظة فيها اصل خطر مع اصل خالي الخطر، ماشي؟ هتساوي عبارة عن ايه؟ عبارة عن النسبة المستثمرة في المحفظة الشخصية مضروبة في مخاطر المحفظة الخطرة. يبقى اذا توصلنا الى معادلة للعائد على المحفظة الشخصية اللي هي عين شرطة شين، ووصلنا إلى معادلة بتوضح فيها المخاطرة بتاعة المحفظة الشخصية اللي هي عبارة عن حرف شين. طيب تعال نشوف احنا عايزين، لو عايزين نتوصل إلى الميل، يعني لو رجعنا، وطبعا هنا ما فيش يعني فرصة ان انا ارجع، لو رجعنا للشكل عندي بنلاقي ان الشكل واخد، انا هرسمه هنا، ادي منحنى رأسي، هذا الشكل اهو باختصار اهو، ادي منحنى اهو، وفي منحنى تاني اهو كده، وفي خط مستقيم كده، وفي هنا خط موازي للخط المستقيم ده، وفي بعد كده هو الخط بتاع توزيع رأس المهر، ماشي كده. لو بصيت لهذا الشكل هنا، في هنا ميل، الخط بتاع توزيع رأس المال ده، هنا في ميل، الميل ده اللي بنسميه لامشين. لامشين ده اللي هو الميل بتاع خط توزيع رأس المال. الميل ده عبارة عن ايه؟ المقابل على المجاور. المقابل هو ايه؟ المقابل هنا اللي هو العائد الإضافي. ايه العائد الاضافي؟ العائد بتاع المحفظة الخطرة هطرح منه العائد خالي الخطر، يبقى ده عبارة عن دلتا العائد المتوقع. دلتا العائد المتوقع او العائد الاضافي عبارة عن ايه؟ العائد خالي الخطر بشيل منه العائد المتوقع على المحفظة الخطرة. طب ما المقام نفس الكلام، من تعارف ان المخاطرة بتاعت عين خ بتاعت الاصل خالي الخطر يساوي صفر، يبقى هنا، يبقى اذا المخاطره في اللي هي في المقام دي عباره عن ايه؟ المخاطره اللي موجوده في المحفظه الخاطره، ماشي. المعادله دي اسمها ميل الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم. بعد كده علشان اشتق معادله الخط المستقيم اللي هي بتمر من النقطه خ لغايه النقطه ميم، المخاطرة بتاع المحفظة احنا عارفين ان احنا جبنا قبل كده ان ح ش هتساوي المعادلة اللي هي كانت 4-3، معادلة 4-3، ان كانت واو ان ح ش هتساوي واو ش مضروبة في ح م. طب انا ممكن اجيب واو ش، واو ش عبارة عن ايه؟ المخاطرة في المحفظة الشخصية اللي هي مكونة من محفظة خطرة وأصل خالي الخطر مقسومة على المخاطرة في المحفظة الخطرة. بالتعويض في معادلة العائد يمكن التوصل إلى معادلة العائد التالية. معادلة العائد هي عبارة عن إيه؟ العائد على المحفظة الشخصية، ماشي كده، العائد على المحفظة الشخصية هيساوي العائد خالي الخطر اللي هي المعادلة في 4-1. ارجع للمعادلة 4-1 الأول وتأكد من هذه المعادلة. يبقى العائد على المحفظة الشخصية هيساوي عين خ زائد الجزء ده اسمه ايه؟ الجزء ده سميناه اللي هو لام ش. اللي هو ايه لام ش ده؟ لام ش ده عبارة عن الميل بتاع خط توزيع رأس المال مضروبة في ح ش.
يبقى دي المعادلة الثابتة اللي هي بتاع معادلة العائد وفقا لمعادلة الخط المستقيم. المعادلة اللي فاتت ديت بيطلق عليها خط توزيع رأس المال، أو اختصارا اللي هي كابيتال أوليكيشن لاين، اللي هي CAL، ويوضح كل فرص العائد والمخاطرة المتاحة أمام المستثمر. من الخط ده، من خط توزيع رأس المال اللي هو لام شين. ده عبارة عن إيه لام شين؟ الزيادة في العائد المتوقع للمحفظة. يعني ايه الزيادة في العائد المتوقع للمحفظة؟ اللي هو الفرق بين العائد المتوقع للمحفظة الخطرة ناقص عين خاء، هي دي الزيادة في العائد المتوقع للمحفظة، مقسوم على الانحراف المعياري الإضافي للمحفظة. بكلمات أخرى، إن الأكثر بساطة يعني إن العائد الإضافي هو خط توزيع رأس المال لمشين دي، هي عبارة عن مقياس العائد الإضافي لكل وحدة مخاطرة إضافية. لذلك خط توزيع رأس المال أيضا يسمى مكافأة المخاطرة، وسوف تتماثل هذه النسبة اللي هي عبارة عن اللام شين دي لكل المحافظ على الخط خاميم. أي محفظة موجودة على الخط خاميم لها ميل يساوي لام شين. إيه لام شين ده؟ اللي هو العائد الإضافي للمحفظة الشخصية مقسوم على المخاطرة الإضافية للمحفظة الشخصية. هنا في مثال عندي بيقول لي إن عائد المحفظة الخطرة 15% وعائد الأصل الخالي الخطر 7%، الانحراف المعياري للمحفظة الخطرة 22%. يعني عائد المحفظة الخطرة 15، الانحراف المعياري لهذه المخاطرة 22%. المطلوب مني تحديد عائد المحفظة كدالة في الاستثمار في المحفظة. يعني أنا دلوقتي هشوف لو استثمرت 50% من فلوسي إيه اللي يحصل في العائد من المحفظة. طب استثمرت 40% في المحفظة الخطرة، وبعد كده أقرضت 60% أصل خالي الخطر، وهكذا. تحديد نسبة مكافأة المخاطرة، نسبة مكافأة المخاطرة دي الميل. بعد كده بيقول لي تحديد عائد المحفظة كدالة في مخاطر المحفظة. بيقول لي مخاطر المحفظة دي اللي هي المعادلة اللي احنا اشتقيناها الأخيرة، المعادلة الأخيرة اللي هي كانت 4-6. حدد مجموعة الفرص المتاحة مع القيم المختلفة من المحفظة الشخصية للمستثمر. ايه مجموعة الفرص المتاحة دي؟ هفترض دلوقتي ان انا هقرض، او هفترض عفوا ان انا احط فلوسي كلها في خ، او احط فلوسي كلها في ح م، او اقرض جزء من اموالي بمعدل عائد خالي الخطر، او اقترض جزء على اموالي الشخصيه بمعدل عائد خالي الخطر. هي دي الفرص عندي. بيقول لي افترض ان واو شين 50%، فما هي علاوه المخاطره لتلك المحفظه؟ قلنا علاوه المخاطره دي هتكون نسبه ثابته، مش هتتاثر بنسب الاستثمارات. افترض ان ميزانيه المستثمر هي 300,000 جنيه، وانه اقترض مبلغ اضافي 120,000 بسعر خصم، او عفوا بمعدل عائد 7%، وقام باستثمار المبلغ الاجمالي، هو معاه 300 وهيقترض 120، هيبقى معاه 420. معاه 420، هيحط الفلوس دي في المحفظة الخطرة. هيقترض 120 بمعدل عائد خالي الخطر ويستثمرهم في المحفظة الخطرة. بيقول لي فهل يؤثر ذلك على نسبة مكافأة أو علاوة المخاطرة؟ اللي هي لام شين ديت ثابتة مع كل الحالات اللي عندي السابقة دي. يبقى لازم هنا لام دي هو ميل المخاطرة، درجة الميل بتاع خط توزيع رأس المال، أو هو بدل المخاطرة لكل وحدة مخاطرة إضافية، بدل المخاطرة لكل وحدة مخاطرة إضافية. هنا طبعا أنا ما عنديش النسبة المستثمرة في واو شين قد ايه.
يبقى إذا في هذه الحالة أعوض في المعادلة اللي هي تقريبا 4-1، يبقى إذا العائد بتاع المحفظة اللي هو 7 الأصل الخالي الخطر، والفرق بين ده العائد الإضافي اللي هو الفرق بين الـ15 والـ7 مضروبة في واو شين، يبقى إذا هنا العائد بتاع المحفظة هيبقى دالة لواو شين. كل ما زود واو شين اللي هيحصل في العائد في المحفظة هيزيد العائد في المحفظة. وخلي بالك واو شين دي واو شين ممكن تكون 0، يبقى العائد في المحفظة هيساوي 7. ممكن يكون 1 صحيح، يبقى العائد في المحفظة 7 و8 هيبقى كام؟ هيبقى 15% العائد بتاع المحفظة الخطر. واو شين ده ممكن تكون أقل من 1 صحيح، 50% تعوض، يبقى العائد بتاع المحفظة هنا هيقع ما بين العائد خالي الخطر وعائد المحفظة الخطر. ممكن واو شين دي أكبر من 1 صحيح، يبقى العائد بتاع المحفظة في هذه الحالة هيكون فين؟ هيكون بعد النقطة ميم، بعد النقطة ميم، أكبر من العائد على المحفظة الخطرة. أما المخاطرة في المحفظة فهي هتتحقق أيضا في شكل دالة في النسبة المستثمرة في المحفظة الشخصية. يبقى المخاطرة بتاع المحفظة الشخصية هي نسبة من المخاطرة بتاع هي عبارة عن دالة في النسبة المستثمرة في المحفظة الشخصية. علاوة الخطر اللي هي لام شين دي، وهو ده أغلب الأسئلة بتدور عليها، ده اسمه العائد الإضافي اللي فوق، ده اسمه العائد الإضافي. يعني إيه عائد إضافي؟ العائد على المحفظة الخطرة مطروح منه العائد خالي الخطر، اسمه العائد الإضافي. أما المقام دوت، فهو عبارة عن المخاطرة الإضافية. إحنا عارفين الأصل خالي الخطر المخاطرة بتاعته 0، يبقى المخاطرة الإضافية هي عبارة عن كام؟ عبارة عن 22. يبقى إذا 36% معناها إيه؟ إن كل وحدة من المخاطرة في المحفظة الشخصية بتحقق عائد إضافي قدره 36%. الميل ده اسمه الميل أو علاوة المخاطرة. الميل ده ثابت مع كل نسب الاستثمارات. بعد كده بيقول لي عائد المحفظة الشخصية للمستثمر كدالة في المخاطرة الشخصية. المعادلة تقريبا 4-6، أنا هعوض في المعادلة بتاعت 4-6، هتلاحظ 8 هي الفرق بين إيه؟ بالفرق بين الـ15 والـ7، دي 8 مقسومة على الـ22، الـ22 دي المخاطرة بتاع المحفظة، الـ8 على الـ22 هي نفسها 36%، هي الميل بتاع الخط المستقيم، يبقى الميل ده لو ضربته في المخاطرة بتاع المحفظة الشخصية أضفت عليه 7% هيديني العائد المتوقع للمحفظة الشخصية. الكلام اللي احنا قلناه ده كله بيلخصه الشكل اللي عندي دوت، اللي هي الفرص المتاحة أمام المستثمر. الفرص المتاحة أمام المستثمر: استثمر في عين خ بمخاطرة 0 واحصل على عائد 7%، استثمر في ميم بمخاطرة 22% واحصل على عائد 15%، استثمر في النقطة ما بين خ و ميم واحصل على عائد ما بين العائد على المحفظة اللي هي ميم والعائد خالي الخطر، يبقى العائد بتاع المحفظة اللي هي ما بين ميم وخ هتجيب لي عبارة عن ايه؟ عائد أكبر من عين خ شوية وأقل من عين ميم شوية، وبمخاطر أيضا أقل من الـ 22%، لأنها مخاطر ما بين الصفر والـ 22، يبقى إذا هتقع في أي مكان ما بين ح ميم والانحراف المعياري لخ اللي هو الاصل خالي الخطر. اما اذا كانت المحفظه محفظه رفعه، يعني زي السؤال تقريبا قبل الاخير كان بيقول لي، او السؤال الاخير عفوا كان بيقول لي ان المستثمر اقترض مبلغ من الاستثمارات، هذا المبلغ من المبلغ اللي هو كان 120، هياخد ال 120 اللي هو القرض بمعدل عائد خالي الاقتراض بمعدل عائد خالي خطر، واستخدام الحصيلة دي في استثمارها في استثمارات فيها مخاطرة يعني فيها عائد أكبر. يبقى إيه اللي هيحصل؟ يبقى المحفظة هنا هتكون في نقطة ما بين ميم لغاية الكابيتال
اللوكيشن لاين. الكابيتال اللوكيشن لاين والمين الحته الصغيره دي العائد بتاع المحفظه هيكون موجود في نقطه في على هذا الخط، والمخاطره بتاعه المحفظه ايضا هتكون في نقطه على هذا الخط. يبقى اذا نقدر نقول لك كده ان خلي بالك هنا في ترابط بين العائد والمخاطره، عايز ما تتحملش اي نوع من المخاطره حط فلوسك في خط، عايز تتحمل مخاطره حط في يعني معقوله حط فلوسك في مين، او عايز تخفض المخاطره يبقى خد يبقى اقرض جزء من اموالك في اصل خالي الخطر واستثمر الباقي في محفظه خاليه الخطر. راغب في الحصول على عائد اكبر يبقى لازم تتحمل في هذه الحاله مخاطر اكبر. إذا كانت واو شين هتساوي 50% ما علينا اللي احنا نعوض في النسب المعوض في معادلة عين شين ومعادلة ح شين عشان نوصل إلى المخاطر بتاع المحفظة والعائد بتاع المحفظة. خلي بالك واو شين 50%، طيب ما هي العائد بتاع المحفظة الخطرة اللي هي بتاع المحفظة ميم العائد بتاعها كان كام؟ 12%. ماشي، لما استثمرت جزء من اموالك في استثمار خالي الخطر والجزء الاخر في المحفظه الخطره فحصلت على العائد اقل. طيب المخاطره بتاعه المحفظه الخطره لوحدها 22%، لما عملت تنويع يبقى اصل خالي الخطر زائد محفظه خطره اللي حصل المخاطره اقل. يبقى اذا هتلاحظ هو الكلام اللي قلناه قبل كده ان هناك الخط بتاع الكابيتال اللوكيشن لاين، الخط ده بيعمل ترابط بين العائد والمخاطره، ترابط بين العائد والمخاطره. كل نقطه على هذا الخط بتديني عائد متوقع يتناسب مع درجه المخاطره المرتبطه بهذا العائد. بعد كده لو جبت انت اللي هي الميل بتاع هذه المحفظة هو نفسه 36%، بدون حتى اي تعويض انت لو قسمت ال 11 على 11 هتديك 36%. ماشي كده، عفوا لو قسمت العائد الاضافي اللي هو ال 11 اللي بتكسبه ناقص العائد خلي الخطر اللي هو 7 يعني 4 على 11 هتديك 36%. ما احنا قلنا ان اي خط على اي نقطة على هذا الخط الميل بتاعها يساوي 36%.